حتى في القبر يحضرك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ذلك الميت عندما يوسد في التراب ويغلق ذلك القبر يشعر بالوحشة ويشعر بالوحشة، فإذا كان متعلقا بهم يرى نور، نور يضيء له جنبات ذلك القبر. من زارني زرته، انت اللي تزور الحسين تسلم على الحسين، متعلق بالحسين، تحضر الى مأتم الحسين وتبكي على الحسين، ذا الحسين يخليك. وإذا بنور يضيء له جنبات ذلك القبر يلتفت يمينا شمالا يتساءل بلسان الحال إلى ذلك النور يخاطب يقل من تكون يا صاحب هالأنوار المضية، يقول لي ما تعرفني غريب الغاضرية. شلون ما تعرف الحسين؟ شلون ما تعرف الحسين؟ الحسين إلى علامات، الحسين مميز عن غيره، مو سامع بمصيبة الحسين وما جرى على الحسين، أن الحسين ترك على الرمضة جثة بلا راس منخمد الأنفاس صعدت عليه الخيل بحوافرها. إقل من تكون يا صاحب هالأنوار المضية، يقول لي ما تعرفني غريب الغاضري، ما تشوفني بلا راس وبالنحر احاجيك، وانت اللي بالماتم تنادي ويلي عليك، تبكي على مصابي يا شيعي شلون اخليك، ولجلي يا شيعي لابس ثياب الرزية بعزة وجلال، اهلك على التابوت شالوك مغسل مكفن واحفر وقبرك واروك، لو من بعد موتك ثلاثة ايام خلوك مثلي ثلاثة ايام برض الغاضرية. انا ما حد تلوع بالخلايق مثل لوعي، شو اللي جرى عليك يا ابا عبد الله؟ قال انا الشهيد اللي ذبحه بحجر رضيعي، وكل ما جذب والنجر بخدي دموعي يكسر الخاطر يجذب الون خفية، فت مهجتي شيعي رضيعي ذاب حينه يفحص على صدري وشعب قلبي بونينه، انا بعيني نظرت بسهم نحره مصوبينه، وبالغاضرية صبيت بسهام المنية، يوم الذي شفت يلوج ذوب حشاي شلت ورحت للقوم منهم اطلب الماي. ان شاء الله سقوا سيدي. يقول لا جاه السهم من حرملة، جاه السهم من حرملة وتعفر حذاي ويد على رقبتي لواها وشبح ليا، وما واحد الا انصاب من قبل الفجيعة
لكن مصابي ما جرى مثله يا شيعة شفتوا أحد ذبحه وعلى صدره رضيعة قدام عيني تعفر بسهم المنية أنا الشهيد بكربل المذبوح عطشان أنا اللي ظلت جثتي للخيل ميدان رضوا عظامي وارفعوا راسي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله شافي مرضى